الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل هذا الحديث يحمل الإنسان على اليأس وترك العمل؟ فإن من الناس من إذا سمع هذا الحديث اعتراه شيء من ماذا؟ من اليأس، ويقول إذن بما أن العبرة بخاتمتي وخاتمتي عند الله عز وجل مكتوبة، فإن كنت من أهل النار فلا ينفعني الآن الاشتغال بالطاعة، وإن كنت من أهل الجنة فلا يضرني الآن الاشتغال بالمعصية. هذا شيء يوسوس به إبليس عند سماع هذا الحديث، فهل هذا حق؟ الجواب لا، هذا من أبطل الباطل، لأن الحامل عليه إنما هو سوء ظن العبد في الله عز وجل. ولماذا تسيء الظن في ربك أنه سيختم لك بشر؟ هذا من ظن السوء في الله، فإياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم الظانين بالله ظن في الله ظن السوء. ولماذا لا تحسن ظنك بالله عز وجل وتقول إنه قد كتبني من الموفقين المفلحين؟ فأنت لا تدري عن خاتمتك، فقد تعمل السوء الآن ثم يختم لك به، وقد تترك الخير ويختم لك بترك الخير. فأحسن الظن بالله عز وجل، وإياك أن تجعل هذه المسألة القدرية حاملة لك على ترك شيء من الشرع.